السلام عليكم. عاين وزير صناعه في بحر الاسبوع الماضي وحده للمراقبه الصناعيه ما يسمى بدار الجوده. هذه الوحده من يعني من انشاء شركه باتي ميتال الجزائريه، وهنا نشوف يعني البنايه الرائعه والتقنيه جدا متطوره في انشاء يعني العمارات بطريقة الهياكل المعدنية والخرسانة. إذن وهذا الهيئة الجديدة سوف تجمع عدة هيئات كانت مختلفة في ميدان تنشط في ميدان تطوير الصناعات في الجزائر، ومنها تجمع كل من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية لينابي، وكذلك المعهد الجزائري للتقييس ليانور، وكذلك الهيئة الجزائرية للاعتماد، والهيئة الرابعة الديوان الوطني للقياسة القانونية. كل هذه الهيئات اللي كانت منتشرة في مراكز مختلفة سوف تجتمع في هيئة واحدة وتسمى دار النوعية أو لا ميزون دو لا كاليتي، لتعتني إذن بتطوير الصناعة الجزائرية وتطوير يعني الحفاظ على المقاييس الدولية والمقاييس العلمية في ميدان إنتاج الصناعي بجميع أنواعه. إذن هذا هو المقر الجديد لهذه الهيئة الجامعة في الميدان الصناعي من إنجاز شركة باتي ميتال الجزائرية، واللي تعتبر فخر الصناعة الجزائرية. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.